الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين له صور. الصورة الأولى أن يصوم قضاء، فهذا على الصحيح أنه لا بأس به، وهو قول الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا خشية أن يكون هذا احتياط لرمضان، أن يصوم يوم يومين احتياطا لرمضان، فمن صام قضاء فلا بأس. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء وبقي له من شعبان أيام يمكن أن يقضي فيها فلا بأس أن يقضي، حتى ولو كان آخر ما يقضي من أيامه هو آخر يوم من شعبان، وخصوصا إذا ضاق الوقت كأن لا يبقى من شعبان إلا 3 أو 4 أيام ويبقى عليه مقدار هذه الأيام، فيتعين عليه القضاء حتى لا يدخل رمضان ويبقى عليه شيء من القضاء. الصورة الثانية هو أن يصوم متنفلا، يعني أن يصوم متنفلا تنفلا مطلقا، يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، فهذا على الصحيح إذا لم تكن له عادة في هذا الصيام أن لا يصوم أخذا بمفهوم هذا الحديث. الصورة الثالثة أن تكون له عادة من صيام، وهو أن يصوم الاثنين أو الخميس، فيصادف هذا أن يكون قبل رمضان فلا بأس أن يصوم أيضا أخذا بمفهوم هذا الحديث. الصورة الرابعة أن يصوم يوم 30 من شعبان أو اليوم الذي قبله احتياطا لرمضان، فهذا الذي ورد عنه النهي وهو أن لا يصوم احتياطا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وذلك من أجل الاحتياط وأن يحتاط لرمضان، وأن هذا باب من الوسوسة يدخل فيه الإنسان، فإذا صام يوم الشك فإنه يكون بهذا قد دخل في باب من الوساوس، والشارع جاء بالنهي عن الوساوس والمنع منها. ومن هنا قال العلماء أنه نهي عن صيام يوم العيد حتى لا يتذرع أناس ويقولون نحن نصوم يوم العيد، فلعل دخول الشهر لم يثبت، فإنه إذا أخذ الناس بهذا صاموا هذا اليوم احتياطا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، ومنهما عيد الفطر وهو يكون بعد رمضان. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان، وذلك ذريعة للاحتياط لرمضان، ونهى عن صوم يوم العيد وهذا أيضا منعا من الدخول في الوسوسة، وأن يصوم الصائم بدعوى أن يحتاط لرمضان. نعم.